إذا أردت تطبيق سنة ما لا أطبقها حتى أستيقن من نفسي بأنني سأداوم عليها كركعتي الوضوء مثلا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أدومها وإن قل الحديث. فما هو رأي فضيلتكم فيما أفعل؟ ليس بلازم المداومة، مداومة إذا حصلت فيها خير، وإن لم تحصل فالإنسان ما يترك الأعمال الصالحة والنوافل بل يعملها ولو لم يداوم عليها، لأن أعمال الأعمال الصالحة فيها خير، لكن إن حصلت المداومة عليها وهي مشروعة فهذا مواصلة للخير وأعظم أجرا. وأما إذا لم يستطع المداومة أو لم يلتزم بها إنه لا يترك العبادات، يقول أنا ما أعملها، ما يترك النوافل، يقول أنا ما أعملها إلا إذا كنت سأداوم عليها. نعم.